اول حاجه انت محتاجاها الكلوفز، القرنفل، المسمار، السليم، لبان ذكر، معلقه رز، معلقه لبن بودره. 4 مكونات انت محتاجاهم. الرز لو مسلوق، you boiled the rice first with the milk powder and then you put the cloves and then you put this seeds together. هتحطي الرز المسلوق مع القرنفل المسمار مع اللبان الذكر. That's first step. دي أول خطواية. المكونات بسيطة، 4 مكونات أساسيات: رز، لبن بودرة، قرنفل، لبان ذكر. حطيهم في حلة وحطي عليهم مية مغلية. المية لازم تكون مغلية. تغطيهم وتسيبيهم يغلوا على نار لحد لما كل المكونات تندمج مع بعضيها. ودلوقتي الرز ابتدى يغلي، وطيت عليه النار. الرز مع القرنفل وحبيبات اللبان الذكر. الرز مع القرنفل وحبيبات اللبان الذكر.